بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم رايحين نحكي عن أول طريقة من الطرق اللي ممكن نمثل فيها اللانجويج، اللي هي عبارة عن فاينايت أوتوماتا. هلا الفاينايت أوتوماتا في عنا نوعين، في عنا إشي بنسميه دي ديترمينستيك وفي عنا إشي بنسميه نون ديترمينستيك. أول إشي رايحين نبلش نحكي فيه اللي هو عبارة عن ديترمينستيك. تقريبا بدنا محاضرتين نحكي عن ديترمينستيك، بعدين رايحين نحكي عن النون ديترمينستيك ونشوف إيش الفرق بينات كل وحدة من هذول التنتين. أول شيء خلينا نتعرف إيش هي الفاينات أوتوماتا. أول شيء خلينا نعرف إيش الغرض من الفاينات أوتوماتا. الفاينات أوتوماتا ممكن نعتبرها زي كأنها عبارة عن ماشين. هذه الماشين الغرض منها إنها تمثل لانجويج معينة، بحيث إذا أجاها سترينج معين، هذا السترينج بينتمي إلى اللانجويج المفروض يقول لي يس أكسبت، صحيح هذا السترينج. وإذا أجاني سترينج لا ينتمي إلى اللانجويج بيجيبوا لي لا هذا السترينج لا ينتمي وبعطيني عندي ريجكت. على سبيل المثال خلينا نشوف عندي هنا مجموعة مختلفة من اللانجويجز رايحين نمثلهم. خلينا نشوف أول مثال يلي هي W ends with A. طبعا بكل هدول اللانجويجز اللي رايحين نشوفهم الألفابت عندي الألفابت يلي هي عبارة عن A و B. في كل هدول اللانجويجز أنا عندي الألفابت بتساوي A و B الألفابت، مش مشكلة. طيب أول language موجودة عندي اللي هي W ends with A، هذه أول language بدنا نمثلها. هلا الفاينت أوتوماتا من إيش بتتكون؟ الفاينت أوتوماتا عندي بتتكون من مجموعة من إيش بنسميه nodes، هدول هم النودز عبارة عن دوائر، مجموعة من النودز يعني زي كانها عبارة عن جراف. إذا بتتذكروا بالديسكريت أخذنا الجراف، وبتتكون من مجموعة من ال edges ما بين هدول النودز. على كل واحد من هدول ال edges راح يكون في عندي حرف. مثلا انا عندي هون A، مثلا في عندي هون B، مثلا عندي هون A، في عندي هون B. هلا بالديترمينستيك فاينت اوتوماتا، هلا انا عندي الالفابت عباره عن A و B، فبالديترمينستيك فاينت اوتوماتا لازم من كل وحده من هدول النوت يطلع عندي سهمين، سهم بال A وسهم بال B. إذا كان في عندي كمان بالألفابت سي، إذا لازم نضيف كمان سهم ثالث اللي هو عبارة عن السي. هلا لما جينا حكينا من كيو زيرو طلع عندي البي ضله موجود في مكانه والاي وداني على كيو 1، ليش هيك عملناها؟ عملناها بهذا الشكل عشان بدي أمثل عندي اللانجوج، اللانجوج لازم ينتهي عندي بـ A. فبمعنى تاني لو كان آخر حرف أنا قرأته هو عبارة عن حرف الاي لازم يعطيني accept. هلا في عندي هدول النودز لازم احدد ايش هي النود اللي بسميه عندي فاينل نودز او الفاينل ستيت او الاكسبت ستيت. لو اجي اعمل رايت كليك على اي واحدة من هذا سوري مش رايت كليك ثواني بس اوكي لازم اضغط هنا اوكي لو اجي اعمل رايت كليك عليها بيجي بيحكي لي هل هذه فاينل او انيشال. ممكن احدد على الفاينل، ممكن احدد على الانيشال، ممكن احدد على الجهتين. لازم يكون في عندي نقطة بداية، يعني المشين بدها تبدأ من اي واحدة من هدول الستيتس. فانا عندي هنا الكيو زيرو هي عبارة عن الانيشال، لازم يكون عندي انيشال واحدة، ما بزبط يكون عندي اكتر من انيشال. يعني مثلا كيو ون لو زدت حطيت عليها برضو انيشال راحت من كيو زيرو، فلازم يكون عندي انيشال واحدة، لازم تكون عندي نقطة بداية واحدة، ما بينفع يكون عندي أكثر من نقطة بداية. هلا وبدي أحدد نقطة النهاية، مثلا عندي هون نقطة النهاية اللي هي عبارة عن كيو 1. طبعا ممكن يكون عندي أكثر من نقطة نهاية، ما عندي مشكلة، بس لازم يكون عندي نقطة بداية واحدة. هذه عبارة عن فاينايت أوتوماتا. إذا الفاينايت أوتوماتا تتكون من مجموعة من النود، كل واحدة من هدول النود لازم يطلع منها أسهم بعدد الألفابت اللي موجودة عندي، لازم يكون عندي نقطة بداية واحدة، ممكن يكون عندي أكثر من نقطة نهاية. الفكرة الموجودة عندي هنا هي زي كأنها عبارة عن ماشين. هلا بدي يجيني سترينج معين، هذا السترينج لما أجي أدخله على هذا الماشين بده يعمل عندي ران، لازم يعطيني يا إما أكسبت أو يعطيني ريجكت على حسب هذا الماشين كيف عملت لها ديزاين. هلا انا هذه الماشين اللي عملتها الغرض منها بدي اجي امثل اللانجوج اللي بتقبل كل الاحرف اللي بتنتهي بحرف الاي. لاحظوا لما يجيني حرف الاي وين كل ما يجيني حرف الاي راح يروح على كيو 1، والكيو 1 اللي هي عباره عن الفاينل، فمنطقي هذه الماشين تقبل اي كلمه بتنتهي بحرف الاي. خلينا من هون من عند الانبوت نقول له ستيب باي ستيب،
نعطي input معين، مثلا نعطي A B A. هلأ منطقي إنه هذا يعطيني عندي accept، خلينا نقول له أوكي. هلأ أنا هيا نقطة البداية أنا بـ Q0، هلأ بدي أجي أقرأ عندي حرف الـ A. لما قرأت حرف الـ A وين راحت؟ راحت على Q1، أنا كنت بـ Q0، أجاني حرف الـ A راحت على Q1. طيب نعمل كمان مرة step، هلأ أجاني حرف الـ B، بيجيني حرف الـ B وين راح يروح؟ على Q0 المفروض، قرأنا حرف الـ B، هي لحظة قرأنا حرف الـ B، رجع عندي هون على Q0. قرأنا كمان مرة حرف الـ A راح على Q1 وأعطاني باللون الأخضر، معناته إنه أعطاني هون accept. طيب ناخذ مثال تاني، ناخذ مثلا AAB مثلا، نقول له أوكي. هلا قرأت حرف الـ A رحت على Q1، قرأ حرف الـ A لأنه لوب ضلوا بـ Q1، وآخر شيء قرأ حرف الـ B راح على Q0 وأعطاني هنا عبارة عن reject، لأنه توقف بـ Q0، Q0 مش final state، فإذا هي reject، ومنطقي يعطيني reject لأنه عندي هذا الفاينل، لأنه هذا السترينج ما بينتهي عندي بحرف الـ A. ممكن مباشرة لو بدنا نستخدم هاي التول اجي احكي له هون fast run، اجي اعطيه السترينج مثلا ABAA مثلا، احكي له اوكي هاي اعطاني accept واتبع لي اياها، كان ب Q0 اجي عندي حرف ال A راح Q1، بعدين حرف ال B رجع Q0، كمان حرف ال A Q1، واجاني حرف ال A ضلوا ب Q1، توقف ب Q1 واعطاني accept. فممكن اجي احكي له step by step، ممكن احكي له fast run. مثلا اعطي A B B، اذا كان reject مباشرة بعطيني reject ما بيتبعه، the input was rejected. اذا هذا عبارة عن finite automata، فكرتها جدا بسيطة، بس هي الفكرة الواحد بده يتدرب عليها عشان يعرف كيف بده يعمل design للfinite automata بحيث دائما تعطيني نتائج صحيحة. هل الاشي الضروري اي string بينتمي الى language، او بمعنى تاني اي string بينتهي بحرف ال A لازم يعطيني accept، وأي string لا ينتمي إلى الـ language، أي string لا ينتهي بحرف الـ A لازم يعطيني عندي reject. فهون بصير صعب إني أنا كيف بدي أجي أعمل هذا الديزاين بحيث إني أضمن فعلاً إنه يحقق الـ language أو يمثل الـ language اللي بدي إياها. الواحد بيحاول يعمل ديزاين قد ما بيقدر يكون صحيح، وبعدين بده يصير يجي ياخذ مجموعة من الـ inputs ويجربهم ويتأكد من كل واحد من الـ inputs هل هو فعلاً حيعطيني accept أو reject على حسب الـ language. طيب number of a is odd، عدد ال a عندي فردي، بدنا نمثل عندي language عدد ال a فردي. هل عدد ال a يا اما يكون زوجي او يكون فردي، عشان عندي هون حالتين، يا اما يكون عدد ال a زوجي او فردي. هلا لانه انا عندي الشرط بيعتمد على عدد ال a، ما عندي مشكله بعدد ال b، الشرط عندي بيعتمد على عدد ال a. هلا اول ما اجي ابلش عندي بدون ما، اذا افترضنا انا عندي q0 هي عباره عن الانيشال، عدد الـ A أنا عندي هون صفر، فإذا هو زوجي. طب إذا أجاني 1A هيصير عدد الـ A 1، فإذا راح يكون عبارة عن فردي. أجاني A راح أروح على Q1 هيصير عندي عدد الـ A عبارة عن فردي، إذا Q1 لازم تكون accept أو final. طب إذا جاني كمان A رح يصير عدد الـ A 2، عدد الـ A 2 زوجي. هل ممكن أعمل كمان state أسميها Q2 وأودي عليها الـ A؟ بس الأفضل بما إنه جاني عدد كمان A زوجي، فليش ما رجع على Q0؟ لأنه الـ Q0 بتمثل عندي عدد الـ A زوجي، الـ Q1 بتمثل عندي عدد الـ A فردي. فإذا جاني هون عندي A رح أرجعها عندي على Q0. فإذا صفر بQ0، أجاني 1 على Q1 accept، أجاني كمان 1 صاروا 2 reject، أجاني 1 صاروا 3 accept وهكذا. طب إذا أجاني B، الـ B ما راح يأثر عندي، يعني لو كان عدد الـ A فردي حتكون accept، وأجاني 1 أو 2 أو 10 B راح تضلها accept. ونفس الشيء لو كنا بQ0، فلو أجاني هون B راح يضلها مكانها، ولو أجاني هون B راح تضلها مكانها. فعندي هذه الـ finite automata بتمثل عندي عدد الـ A is odd. نيجي نعمل هون مثلا step by step، هاي A B A A مثلا، هاي عدد الـ A فردي المفروض يعطيني عندي accept. فأول شيء أنا موجود عندي بـ Q0، أجاني A
راح على Q1 أجاني B ضلوا ب Q1 أجاني كمان A راح على Q0 أجاني A راح على Q0 وصار accept. ممكن واحد يختبر من خلال fast run مثلا، إذا أجاني مثلا بي بي مثلا أجاني 3B، هون عدد الـ A صفر معناته زوجي لازم يعطيني reject، وفعلا the input was rejected. مثلا عندي هنا AAA مثلا 3A's ما عندي ولا AB، أعطاني accept لأن عدد الـ A فردي. طيب لو بدي عدد الـ A زوجي، كل اللي بعمله بس راح اغير عندي اللي هي الفاينل، بدل ما تكون هذه هي الفاينل راح يصير عندي هذه هي الفاينل. عندي هذه الفاينل اوتوماتا بتمثل عندي عدد الـ A فردي. طب لو كان الشرط عندي انه عدد الـ B هو الزوجي او هو الفردي، بدي اعكس الـ A والـ B، راح يصير الـ A هي عبارة عن اللوب والـ B هي اللي بتنتقل ما بين Q0 وQ1. بهذه الحالة بيصير عندي الشرط بيعتمد على الـ B مش على الـ A. طب لو عندي شرطين، شرط بيحكي انه عدد الـ A زوجي وعدد الـ B فردي. هلا بالنسبة للشرطين راح نحكيها المحاضرة الجاية، المزيد نحكي عن العمليات على الفاينل اوتوماتا. لما يكون في عندي شرطين فمعناته صار في عندي هون شوية عمليات راح نحكي عنها المحاضرة الجاي. طيب number of A in W، هذه معناتها number of A in W أكبر من أو يساوي واحد. عدد الـ A أكبر من أو يساوي واحد، هلا البي هنا ما راح يأثر عندي، فالبي راح يضل عندي محل ما هو، ما راح يخليني انتقل من ستيت لستيت البي. عدد الـ A أكبر من أو يساوي واحد هتكون بهذا الشكل، وإذا أجى عندي أكثر من A راح تضلها مكانها، وهذه راح تكون بتبطل عندي فاينل، وهذه هي عندي الفاينل. هنا صار عندي عدد الـ A أكبر من أو يساوي واحد. لاحظ لما كان صفر بـ Q0، إذا يعني إذا جاني بس B راح يضل بـ Q0، أجاني A راح على Q1 وتحقق عندي الشرط، صار عدد الـ A أكبر من أو يساوي واحد، قد ما راح يجيني A's راح يضل موجود عندي بـ Q1، أجاني B راح يضل موجود بـ Q1. مثلا جينا هنا من الفاست رن A B A A راح يعطيني accept وراح يروح على Q1 وضل طول الوقت في Q1، خلص أول ما يجيني A راح يروح على Q1 وراح يضل عندي داخل Q1. طب لو كان الشرط عدد الـ A أكبر من أو يساوي 2 بدل 1، ببساطة بدنا نضيف عندي هنا كمان نود، وخلي إذا أجى عندي الـ A ينتقل عندي من Q1 لـ Q2 ونشيل الـ A من اللوب، ونحط أنا عندي هنا لوب بالنسبة للـ A ولوب بالنسبة للـ B، وآخر إشي Q1 ما راح تضلها فاينل، Q2 هي راح يصير عندي هنا فاينل. هذه اللانجوج اللي موجودة أنا عندي هنا عدد الـ A أكبر من أو يساوي 2، لاحظوا لازم يجي عندي 2A عشان يروح على Q2 ويوصل عندي الفاينل. إذا أجى عندي 1A أو أجى عندي بس B's ما راح يوصل عندي لQ2، ما راح يصير عندي accept. بس إذا أجى عندي 2A خلاص صار عندي accept، هذه أكبر من أو يساوي 2. طيب لو كانت أنا عندي اللي هي تساوي 2، عدد الـ A يساوي 2 بدون أكبر من أو يساوي، بس يساوي. بهذه الحالة بدي أشيل أنا من هون الـ A وأخلي بس على الـ Q2 عبارة عن الـ B، وبدي أضيف عندي Q3 وأوصل عندي من Q2 ل Q3 بـ A، وعندي هون راح أحط A وراح أحط عندي هون B. هذه اللانجوج بتمثل عندي عدد الـ A يساوي 2، لاحظوا إذا كان عندي عدد الـ A بيساوي 2 وصل ل Q2 وصار accept. إذا كان أقل من 2 راح يكون بـ Q0 أو Q1، إذا كان أكبر من 2 راح يروح على Q3، وبهذه الحالة راح يكون عندي reject. فهي أشياء بسيطة بنلعب فيها، وبقدر أغير عندي الشرط أكبر من، أقل من، أكبر من أو يساوي، أقل من أو يساوي، أو يساوي. هذا شرط عملناه على الـ A، هل ممكن أعمل الشرط على الـ B؟ يس ممكن أعمل الشرط على الـ B، راح أخذ بس أنا أغير عندي الـ A والـ B.
طيب يشوف هون 3 لانجويجز مختلفين كلهم بيتعلقوا بالاي بي، واول واحد منهم انه لازم اللانجويج تبدا باي بي، الثاني تنتهي في اي بي، والثالث تحتوي على اي بي. خلينا نبلش في start with اي بي. خلينا نمسح كل اشي. لازم start with اي بي، فاذا لازم يجي عندي في البداية أول حرف يجي عندي حرف الـ A، وبعدين يجي عندي حرف الـ B. طب لو ما بلش بحرف الـ A بلش بحرف الـ B، هذا reject، ما بحط loop، لا لأنه reject خلص مستحيل يصير عندي accept. فلو بلش عندي بحرف الـ B بروديه هون على Q3 وبقول له لو بلش عندي بحرف الـ B راح يكون عبارة عن reject. طب قرأت حرف الـ A أجا بعدها كمان A برضو reject، فبوديها على Q3. هون راح تكون هذه عبارة عن الانيشال، وهي راح تكون الفاينل. طب قرأ A وقرأ B وصل الفاينل، بعدها قرأ A قرأ B قرأ أي إشي راح يضل عندي هون بالفاينل. فعندي هذه اللانجوج إذا بلش ب A B راح يعطيني accept، أي إشي تاني راح يعطيني reject. نشوف مثلا عندي هون fastrun مثلا، هاي قرأ A B وبعدين أي إشي تاني قرأه راح يعطيني هنا accept، يعني A و B وصل لـ Q2، بعد ما وصل لـ Q2 أي شيء بقرأه راح يضله عبارة عن accept. طيب لو ما بلش بـ AB بلش بـ AAB بعدين أي شيء تاني reject، the input was rejected. في شغلة نسينا نحطها هنا Q3، حكينا أي سهم أي نود لازم يطلع منها سهمين A و B، فبدنا نحط هنا كمان عندي A، وبدنا نحط عندي هون B. هاي بالديترمينستيك لازم نحدد انه كل نود لازم يطلع منها سهمين، سهم لل A وسهم لل B عشان تكون الرسمة عندي كاملة. اذا هذه عندي start with A، start with AB، عندي هاي الفاينل اوتوماتا start with AB. طب خلينا نشوف فاينل اوتوماتا ثانية يلي هي تكون خلينا نقول contains AB، contains AB. contains AB معناها مش بالضرورة يكونوا أول حرفين الـ A والـ B، بس لازم تحتوي على AB. طب لو بلشت بـ B بدها تضلها مكانها، ما رح أصير reject لأنه ممكن بعد ما أقرأ الـ B أقرأ A و B وأوصل عندي لـ الـ accept، أوصل عندي لـ final. طب قرأت حرف الـ A، قرأت كمان مرة حرف الـ A، أنا أريد مشيت خطوة، ما رح أرجع لأنه أريد مشيت الخطوة الأولى إني قرأت حرف الـ A. لو قرأت كمان مرة A قرأت كمان مرة A، بس بستنى إني أقرأ B عشان أوصل عندي الـ final. لو قرأت A راح تكون عبارة عن loop، فهذه صارت عبارة عن contains A B. نيجي نعملها run. هاي مثلا حطينا هون مثلا هاي احتوت على عندي على A B، بغض النظر كم مرة اهم شيء انها تحتوي على A B، المفروض تعطيني عندي هون accept. لاحظ اول ما قرأت A B وصلت ل Q2 بعدين ضلت عندي accept. اذا هذه عندي contains A B. طب آخر واحدة اللي هي ends with AB، لازم آخر حرفين أقرأهم عبارة عن الـ A والـ B. هنا قرأت A قرأت B صارت final. طب قرأت بعدها كمان مرة A أو B ما راح تصير final، راح ترجع. طيب قرأت A B بعدين قرأت B، معناته بدرد عشان تصير final لازم أقرأ مرة تانية A B، فراح أرجعها للبداية. بس خلينا شوي أضبط الرسمة. طيب بعد ما وصلت الفاينل اجاني حرف الـ A برجعها لـ Q1 عشان احتاج انه اقرأ بس حرف الـ B عشان يصير عندي فاينل. فعندي هذه الاوتوماتا بتقول لي تعطيني accept اذا كان اخر حرفين عندي عبارة عن AB او انتهت بـ AB. عندي هون fast run مثلا، لاحظوا مثلا AAB مثلا هاي راح تعطيني accept، هاي اعطتني accept. طيب لو اجينا حكينا AAB بعدين كمان B اجاني the input was rejected وراح ينتهي عندي داخل Q0. افضل طريقة عشان تفهموا الفاينت اوتوماتا انكم تاخذوا امثلة، انتم من مخكم تحاولوا تحطوا امثلة، مثلا هون حطينا تنتهي ب AB، حدا منكم يجرب انه تنتهي ب AA مثلا، تنتهي في ABB مثلا، حتكون رسمة شوي معقدة اكتر.
تحاولوا ترسموها وظلكم تعملوا تيستينج، تاخذوا امثله مختلفه، امثله تنتمي لللانجوج وامثله لا تنتمي. اللي تنتمي لللانجوج لازم تعطيكم اكسبت، لو اوتوماتيك تبعتكم ما اعطتكم اكسبت واللانجوج تنتمي او السترينج تنتمي لللانجوج، في مشكله برسمتكم. فافضل طريقه انكم تفهموا الفاينل اوتوماتا من خلال الاكسرسايز. الله يعطيكم العافيه.